هو للحديث مشاهدينا أكثر عن فعاليات مهرجان دوائر الثقافي ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والناقد سيد محمود، أهلا بك معنا في ضفاف وعلى شاشة العربي إثنان. بداية، ما رأيك في الدور الذي يقوم به مهرجان دوائر في استعادة الحيوية الثقافية تحديدا لمنطقة وسط البلد في القاهرة؟ مساء الخير، أنا أشكر مساء النور. حضرتك لأنه السؤال اللي حضرتك طرحتيه هو ده بالظبط جوهر الهدف اللي بيسعى إليه المهرجان، من حيث إعادة تنشيط منطقة وسط البلد، لأنه الفترة السابقة كان فيها شيء من تجفيف المنابع في هذه المناطق لأسباب مختلفة، وبعض المواقع التقليدية كان تراجعت عن أداء دورها، ومن ثم استعادة القاهرة ومكانتها المركزية عمل مهم جدا نجح المهرجان في تحقيقه، لأنه نشط أكثر من مركز في وسط القاهرة. سيد محمود، طبعا مهرجان دوائر الثقافي كان مناسبة لطرح العديد من الندوات، هل لك أن تضعنا في صورة الندوات أو الندوات التي نظمت ضمن هذا المهرجان الذي يسعى إلى تفعيل الحركية الثقافية في وسط البلد كما تقول؟ واحدة من أسباب نجاح المهرجان أنه استطاع أن يحدث نوع من التفاعل بين أصوات إبداعية مصرية وأصوات إبداعية عربية. أشار التقرير إلى مشاركة سنان أنطون، بالمثل هناك أيضا مشاركة من السينمائي السعودي علي سعيد، هناك حضور أيضا لمركز إثراء من المملكة العربية السعودية، هناك أنشطة تعددية تخص الموسيقى، ندوات حول كتاب فيروز كراوية الذي كان موضوعا لنقاش في برنامج تلفزيوني على شاشة العربي، وبالمثل نقاش أيضا حول كتاب أم كلثوم وحفلات المجهود الحربي، نقاش موسع في الجلسة الافتتاحية حول مركزية منطقة وسط البلد والطابع الخاص للمكان وعلاقته بالحداثة وتاريخ المؤسسات الثقافية في مصر. الأنشطة التي تضمنها المهرجان استطاعت أن تجتذب جمهورا جديدا وأن تؤسس لتقاليد مختلفة في التعاطي مع المكان، لأنه بيتم تسجيل إلكتروني للمشاركات، بيتم أيضا دفع رسم دخول نسبي محدود لتأكيد جدية الحضور. كل هذه الأمور هي تقاليد جديدة ربما تثير أحيانا انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في ظني أنها ستفتح الباب أمام مشاركة واسعة للمؤسسات الثقافية المستقلة، وهذا جانب إيجابي جدا. نعم أستاذ سيد، يعني بالحديث عن الرقمنة كما ذكرت، برأيك هل تأثرت الحياة الثقافية الواقعية الآن بالوسائط الرقمية، ويعني ما هو طبيعة هذا التأثير؟ أظن أنه التأثير إلى حد كبير يبدو إيجابي، لأنه بيدفع للحياة الثقافية بجمهور جديد وأسماء جديدة، من شأن هذه الأسماء أن تأتي بشيء من التزاجة والفاعلية والتأثير الإيجابي، وعلى نحو يدفع الأصوات التقليدية لتجديد أفكارها ومساهمتها. لكن هناك أيضا مخاطر متعلقة بأحكام القيمة، يعني النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا يدفعون إلى الواجهة بأعمال يعني قيمتها الفنية محدودة، لكن الدفع الإلكتروني بها والنقاش حولها بيعزز وجودها. لكن أنا كمان لا أعتقد أنه هذا خطر كبير، لأنه الزمن هو المعيار الحقيقي لصمود أي عمل.
استسمحك سيد محمود، آلاء طرحت سؤال فيما يتعلق بالحياة الواقعية والحياة الرقمية إن صح التعبير، ولكن أنا أود أن أربط الآن بين الحياة الواقعية والحياة التراثية. أقيمت في المهرجان ندوة خاصة عن ألف ليلة وليلة، برأيك لماذا ألف ليلة وليلة بالذات، وما أهمية هذه الندوات التي تتناول نصوصا من تراثنا العربي العريق؟ أنا بظن أنه هذه الندوة واحدة من الندوات المهمة، أولا لأنه نص ألف ليلة وليلة هو نص إشكالي تعرض في تاريخنا المعاصر لأزمات. هناك بعض الأصوات التي طالبت بمنع تداول النص، هناك بعض الأزمات القانونية والأحكام القضائية التي طالت ناشرين وموزعين لهذا النص. لكن وجود هذه الندوة أمام جمهور شاب يتطلع إلى معرفة جديدة والنقاش حول أهمية النص وأساليبه الفنية وحيله وقدرته على أن يكون نصا جامعا يعطي إشارة واضحة لقيمة التعدد الثقافي، لقوة الخيال، لعمق التأثير في ثقافات مختلفة. فقد تمت الإشارة بالأمس إلى تأثر كتاب مهمين في العالم بنصوص ألف ليلة وليلة، خصوصا بورخس ونجيب محفوظ على سبيل المثال. تحدث سنان أنطون على الرحلة الثقافية التي قطعها النص في ثقافات مختلفة، كيف تم اكتشافه من خلال رحالة ومستشرقين. وتحدثت منصورة عز الدين حول ما أسمته الهجنة الثقافية التي يتضمنها النص كنص تعددي عابر لثقافات كثيرة، فضلا عن تأثرها به ككاتبة. أحد الشباب من جمهور الندوة تحدث بشيء جميل وأشار إلى أن أمه التي كانت تقرأ له حكايات صغيرة وهي ذات تعليم محدود، عندما اكتشفت النص في مكتبته حذرته من النص، فاستطاع أن يقرأ لها نصوص منه، واكتشفت أنها نفس النصوص التي تحكيها، فاعتبرت نفسها مؤلفة لألف ليلة وليلة. نعم، وهذا الجميل بالفعل. هذه إشارة إلى قوة النص. صحيح، وكيف أثرت، كيف أثر هذا النص؟ يعني عندما نتحدث عن نص مثل ألف ليلة وليلة لأساطير وخرافات وحكايات ابتكرها الخيال الشرقي وأثر على مختلف أنواع السرد في عالمنا العربي، أستاذ سيد، يعني كيف ترى انعكاس ذلك على الجيل الشاب الجديد بالعودة إلى التراث وبالعودة إلى النصوص سواء التاريخية وأيضا الأدبية؟ بالتأكيد نص زي ألف ليلة وليلة نجح عبر تاريخ اكتشاف، ونحن نتحدث عن أكثر من قرنين من حضور هذا النص. أولا هذا نص شعبي، إنتاج الخيال الشعبي، لغة شعبية سواء في النسخ المصرية أو النسخ الشامية، كلها بتتضمن جرأة على التقاليد، موقف نقدي وتهكمي من السلطة، رغبة في الاشتباك مع الثقافة الرسمية، تمجيد الخيال. في النص كما أشير بالأمس، الملوك لا يتحدثون، الحكام لا يتحدثون، الحكايات كلها مصدرها شهرزاد، وتبقى هذه النصوص حكاية نصوص إطارية إشكالية، يعني من حكاية إلى حكاية. وبالتالي على كل نشكرك جزيل الشكر. النصوص تستهدف إثارة الاهتمام. شكرا. شكرا جزيلا لك سيد محمود، الكاتب والناقد والناشط الثقافي، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.